مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله راح نديرو today's proverb اللي هو حكمة اليوم الثاني. كما قلت لكم دائما نديرو حكمة منها نتعلمو امثال وحكم شعبية باللغة الانجليزية ومنها تكون عندنا ثروة نخبيوها في عقولنا حول الامثال والحكم الشعبية باللغة الانجليزية. اذا المثل او الحكمة لنهار اليوم وش تقول؟ A bad workman blames his tools. A bad workman blames his tools. بمعنى الشخص اللي كيخدم حاجة وما يخدمهاش مليح وش يلوم؟ يلقي اللوم على الأدوات. أوكي، نخدم لك حاجة ومن بعد ما تعجبكش ولا ما تعجبوش هو يخدم خدمة عوجة، خدمة ما هي شابة، كي تقول له عليه يقول لك ماشي انا الادوات نتاعي. بمعنى انه الانسان الفاشل دائما يلوم الادوات نتاعو وما يلومش روحه باللي هو ما دارش جهد وما دارش تعب من اجل النجاح. اذا blaming the tools for bad workmanship is an excuse for lack of skill. blaming اللي هو القاء اللوم على الادوات for bad workmanship هو عذر. is an excuse for lack of skill هو عذر لقلة أو لانعدام المهارة. إذا دائما اللي ما يخدمش مليح سبب الفشل نتاعو ما يستعرفش به، يلقي اللوم على أدواته. إذا هذه هي حكمة اليوم، A bad workman blames his tools. نتمنى إن شاء الله تفيدكم، خلوها في رسانكم وربي يفرحكم. بقوا على خير.